توكسوبلازما جندي المسبب لداء القطط، ده نوع من الطفيليات بيعيش في أمعاء القطط بشكل أساسي وبينتقل للإنسان عن طريق التعامل مع القطط. تأثيره على الإنسان بيختلف حسب مناعة الجسم، فكل ما مناعة الجسم بتبقى قليلة تأثيره بيزيد، بيؤدي طبعا لتشنجات والتهاب في الشبكية. أما بالنسبة للمرأة الحامل تأثيره طبعا بيبقى كبير جدا، لأن العدوى بتنتقل إلى الجنين عن طريق المشيمة، وفي معظم الحالات بينتهي بالإجهاض. في حالات قليلة بيستمر الحمل ويصاب الجنين بالعدوى أثناء وجوده في رحم الأم. بيعمل مشاكل للجنين كتير بعد الولادة، بتظهر في شكل تشنجات، تضخم في الكبد والطحال، إصابة الشبكية. في أعراض بتظهر كمان بعد البلوغ مثل فقدان السمع، إعاقة ذهنية، ومشاكل في الشبكية والعين. التوكسوبلازما جندي تبع كينجدام أنيماليا اللي هو مملكة الحيوان، سب كينجدام بروتوزوا اللي هي تحت مملكة الأوليات الحيوانية، فايلم أو شعبة البروتوزوا اللي هي الأوليات الحيوانية، صف فايلم اللي هي تحت شعبة السبورة اللي هي البوغيات اللي خلال دورة حياتها بتكون أبواغ. بيقولي اللي هو نوع منتشر عالميا، بيبقى موجود في الأماكن الحارة والرطبة، موجود في الإنسان، بيصيب الإنسان والخنزير، وبيصيب الأغنام والماشية، بيصيب الخيل، بيصيب الكلاب والقطط والقوارض، وكمان بيصيب الحيوانات أو أي حيوان موجود في البيت. كمان بيصيب الأنواع الحيوانات الآكلة للحوم والطيور. العائل الأساسي عندي هو الكات القطة، أما الانترميديت هوست العائل الوسيط هو عبارة عن الأغنام والماشية والكوارد والإنسان. بيحصل إن إيه الفاينل هوست اللي هو القطة لما تأكل دي تاكل مايس أو رات اللي هو فأر، يعني بيحتوي على الانفكتيف سيست، بيحتوي على الكيس المعدي. جدار الكيس ده بيتهضم بواسطة الإنزيمات بتاعة القطة الموجودة في المعدة، والأورجانيزم الكائنات اللي موجودة داخل الكيس المعدي بتخرج وبتخترق الخلايا الطلائية اللي هي الإبيثيليال سيل بتاعة الأمعاء الصغيرة بتاعة السمول انتستين. بعد كده بعد ما الكائنات خرجت من الكيس المعدي واخترقت الإبيثيليال سيل اللي هي الخلايا الطلائية بتاعة السمول انتستين، الكائنات دي هتتقاصر عدد مرات كذا مرة يعني، وبعد كده هينتج عندي جاميتات، مايكرو جاميتس وماكرو جاميتس. طالما في مايكرو جاميتس وماكرو جاميتس هيحصل إخصاب، يعني هيحصل تقاصر جنسي، ويتكون عندي حاجة اسمها أوسيست. الأوسيست دي عبارة عن كيس بيحتوي على زيجوت، كيس بيحتوي على زيجوت، بيفرغ لتجويف المعدة بتاع القطة، وبعد كده بيخرج مع الفيسس مع البراز. أول حاجة بيبقى unsporulated يعني ما بيحتويش على سبوروزايتس، فترة بيتكون بيحصل بيصبح sporulated يعني اسبريوليتد يعني بيبقى في كيسين من الأبواغ تو سبوروسيست، كل كيس بيبقى فيه 4 أبواغ 4 سبوروزوليتس. يعني الأوسيست بيحتوي على 8 سبوروزوليتس 8 أبواغ. يجي الانترميديت هوست اللي هو العائل الوسطي يبلع الأوسيست عن طريق وهو بياكل أو يشرب. في العائل الوسيط هيتكون عندي حاجة اسمها تاكيزويت اللي هو تور
يتكاثر بسرعة عن طريق الانقسام، وبعد كده بيتكون كمان طول اسمه بلاديزويتس، وبعد كده بيتكون سيست، السيست الموجود في العضلات. تيجي تاني القطة تاكل المايس، هيكمل الدورة. ممكن تحصل بشكل تاني وتوصل للإنسان عن طريق الإنسان ياكل أكل ملوث بيحتوي على سبور ليتد أوسيست، أو عن طريق إن الإنسان ياكل انفكتد أنكوكد ميت، يعني ياكل لحمة مصابة بالمرض مش مطهية كويس. زي ما قلنا في الأول، لما بيحصل كده وخصوصا لو المرأة حامل، التاكيزويس اللي هو الطول اللي بيتقاصر بسرعة عن طريق الانقسام يصل للجنين ويصيب الجنين طبعا، لإما المرأة يحصل لها ابورشن سقط، لإما تكمل الحمل والجنين يحصل له تشوهات. ده التوكسوبلازما جندي المسبب لداء القطط.